from cadavers. Cadavers يعني ناس ماتت. تمام؟ ال cadaveric donors either non-heart beating donors، ودي كانت البدايات خالص، non-heart beating donors يعني واحد مات وقلبه وقف، فأنا خدت الأورجنز بتاعته عملت لها preservation واستنيت الدور وعملت ماتشنج للريسيبينتس اللي محتاجين وابدا ان انا ازرعها له. تمام؟ يبقى التايب الاولاني كاديفيريك دونرز ديفايدد انتو نون هارت بيتنج دونرز. البول فور نون هارت بيتنج دونرز از ليميتد، لان الكاديفيرز دول انا ما اخترتش ميعاد موتهم، هم ماتوا وقت انا ما اخترتوش. تمام؟ فالهارفستنج اوف ذير اورجنز بيبقى uncontrolled، بيبقى ايه؟ uncontrolled، فممكن يموت والاورجنز خلاص تبوظ وما ينفعش ان انا اخد منه الاورجنز بتاعته. علشان كده علشان يوسعوا البول فور دونرز كاديفيريك دونرز عملوا الهارت بيتنج ديسيز دونر. هارت بيتنج ديسيز دونر ايه هم الهارت بيتنج ديسيز دونرز؟ اللي هم عندهم برين ستيم ديث، اللي هو الموت الاكلينيكي او الموت السريري او موت جذع المخ. تمام؟ ده العيان ده يعتبر ميت الريفرسبل برين دامج، لكن هو الهارت بتاعه از بيتنج لان هو ماشي على سبورت محطوط على ميكانيكال فنتيليشن وبديله فلويدز. تمام؟ وبديله يعني الكير بتاعه والنيوتريشن بتاعته، فهو الهارت مش محتاج كنترول من البرين ستيم. الهارت از اوتونوموس، الهارت از اوتونوموس بيشتغل لوحده، لكن هو يعتبر ديد، هي ويل نوت بي ريكفرد، هيفضل ان كوما. فايف البيشنت دايجنوزد از برين ستيم ديد، خلاص بياخدوا بيرميشن ان هم يوقفوا السبورت، يفصلوه عن الفنتليتور لحد ما يخش في كاردياك اريست، وبعد كده يعملوا هارفستنج للاورجنز بتاعته. الهارت بيتنج ديسيز دونر يعتبر احسن من النون هارت بيتنج دونرز. ليه؟ لانه كنترولد نون هارت بيتنج دونر، انا اخترت الميعاد اللي اعمل له فيه كاردياك اريست، بعمل له كاردياك اريست جوه اوضه العمليات. تمام؟ واستنى لما يحصل كارديك اريست وبعد كده نبدا ان احنا نعمل هارفستنج للاورجنز بتاعته. تمام؟ Examples for cadaveric donors. طبعا العيان اول لما قلبه بيقف احنا بنعمل انسيجن من اول الاسترنم لحد تحت، ونبدا ناخد الهارت وناخد اللنجز وناخد الليفر وناخد الكيدنيز، وبيشيلوا كمان الاورطه بالسوبير ميزنتريك ارتري علشان ياخدوا معاهم البنكرياس والانتستين فور فيسرال ترانسبلانتيشن. وكمان يعني في بعض المرضى اللي عندهم شورت باول سندروم بيعيشوا بقية عمرهم على parenteral nutrition، فبيجي لهم طبعا هم عندهم short bowel فما فيش absorption، البنكرياس بعد كده بيبوظ وبيحصل renal failure وبيحصل fatty cirrhosis في الليفر، فممكن ياخدوا الأورطة بالسيلياك والسوبير ميزنتريك artery بالليفر بالكيدني بالانتستين بالبنكرياس ويزرعوهم حتة واحدة للمرضى اللي عندهم شورت باول سندروم لما يحصل لهم كومبليكيشن. وغير كده ممكن برضو في بون بانك وفي سكين بانك ان هم ياخدوا فيه ياخدوا منه البون والسكين بلس الكورنيا بلس ايه الكورنيا. انا عندي اكزامبلز فور كاديفيريك دونرز الكيدني والليفر والهارت واللنج والبنكرياس والانتستا. طبعا في اورجنز ما ينفعش تتاخد غير من كاديفرز،
في اورجانز ما ينفعش تاخد غير من كاديفر، اللي هم ايه؟ الهارت يا دكتور. الهارت لازم يتاخد من كاديفر، هاخده من واحد ليفنج ازاي؟ ايه كمان لازم يتاخد من كاديفر؟ البنكرياس. لا عادي، ممكن يتاخد من واحد صاحي. كورنيا. الكورنيا طبعا، يقول لك انا اديك عيني. لا كذاب، مفيش حد هيدي عينه لحد، تمام؟ فالهارت والكورنيا ليميتد للكاديفيريك دونرز، لكن الليفينج دونرز انا ممكن اخد كليه من واحد، ممكن اخد الليفت لوب اوف ذا ليفر من واحد، ممكن اخد لانج او سيجمنت من اللانج، ممكن اخد سيجمنت من البنكرياس، ممكن اخد سيجمنت من الانتست، تمام؟ جميل. التايب الثاني طبعا اللي هو كل ده علشان نوسع البول ونحسن الكواليتي اوف ترانسبلانتيشن، اللي هو الليفنج دونر. انا باخد اورجان من واحد عايش، ودي الاورجانز اللي ممكن اخدها منهم. باخد سيجمنت من ليفر ليفت لوب، ممكن اخد كليه، اخد لانج او سيجمنت منها، اخد سيجمنت من الانتستنت او سيجمنت من البانكريس. الكادافيريك دونرز بيبقوا كلاسيفايد انتو كاتيجوريز اكوردنج للتايمينج اوف كاردياك اريست، اكوردنج للتايمينج اوف كاردياك اريست. كاتيجوري 1 اللي هو جاي المستشفى ميت، نوت ايفن ان اريست هتعمل له سي بي ار فيحصل له ريكفري، لا هو جاي ميت، ده كاتيجوري 1. كاتيجوري 2 ده جاله كاردياك اريست في المستشفى لكن عملت له سي بي ار اند ات ووز انسكسسفل، ده كاتيجوري 2. كاتيجوري 3 اللي هو الهارت بيتنج ديسيز دونر اللي انا حكمت عليه ان هو عنده برين ستيم ديث اند اي ام اويتنج فور كاردياك اريست، awaiting for cardiac arrest after withdrawal of support. انا اللي اخترت the timing of cardiac arrest. ده category 3. يبقى category 3 of non-heart beating donors اللي هو the brainstem death. تمام؟ category 4 تعيان في الرعاية المركزة عند حصل له cardiac arrest، هو عنده brainstem death بس حصل له cardiac arrest unplanned unplanned، تمام؟ انا ما اخترتش التايمنج، هو فجاه حصل له كارديك اريست. كاتيجوري 1 و2 و4 they are uncontrolled non heart beating donors، وايل كاتيجوري 3 اللي هو البرين ستيم ديث ده اسمه controlled non heart beating donor. احسنهم هو كاتيجوري 3. هو ايه كاتيجوري 3؟ ليه كاتيجوري 1 و2 و3 وحشين؟ علشان الورم اسكيميك تايم فيهم uncontrolled. ايه هو الورم اسكيميك تايم؟ It is the time elapsed from cardiac arrest and organ preservation. ده حصل له cardiac arrest فانا عملت له harvesting، بعد كده خدت الاورجنز حفظتها عملت لها preservation. انا كاتيجوري 1 و2 و3 انا ما اخترتش التايمنج اوف ذا cardiac arrest، علشان كده الديوريشن اللي الاورجن قعدها في جسم الميت ده لحد ما انا عملتها من ساعه ما القلب مات لحد ما انا عملت لها هارفستنج از انكنترولد انديفايند، انا ما حددتش الوقت والمده. لكن الورم اسكيميك تايم في كاتيجوري 3 از ذا شورتست، لان انا اللي اخترت التايمنج اوف كاردياك اريست على ترابيزه العمليات، فانا اللي اخترت التايمنج فقدرت ان انا اقلل الورم اسكيميك تايم. طيب ايه هو الكولد اسكيميك تايم؟ ده الوقت اللي انا خدته افتر بريزرفيشن تيل ترانسبلانتيشن، يعني الوقت اللي الاورجان قعده
في التلاجة من الآخر لحد ما أنا عملت له ترانسبلانتيشن. ده الكولد اسكيميك تايم. علشان كده الليفينج دونر هو البيست جراف. البيست جراف ليه؟ لأن ما حصلش كاردياك أريست أصلا، فالورم اسكيميك تايم اولموست مش موجود، وخدت الاورجن من الدونر زرعته على طول في الريسيبيانت، فالكولد اسكيميك تايم اوريدي مش موجود. تمام؟ عشان كده الكواليتي فور ليفينج دونر ترانسبلانتيشن از بيتر ذان كاديفيريك دونر ترانسبلانتيشن. هل اي حد ينفع يكون دونر فور اورجان ترانسبلانتيشن؟ لا، في شروط. الايج ممكن يحكمني في بعض الاورجان زي الهارت واللنج والبانكرياس. لا يفضل ان انا اخد اورجانز، اخد الهارت او اللنج او البانكرياس from the extremes of age. From the extremes of age. Young age بيبقى لسه undeveloped، والold age بيبقى خلاص الكواليتي بتاعته بتبقى impaired. فالage ممكن يحكمني في الهارت واللنج والبنكرياس. لازم الدونر اللي اخد منه الاورجانز دي يكون free of transmissible infections زي ال HIV، زي السيتوميجالو فيروس، زي الهيباتيتس بي فيروس. تمام؟ نفس السكريننج اللي بيتعمل للبلد ترانسفيوجن، لكن البلد ترانسفيوجن ما بعملش سكريننج للسيتوميجالو فيروس، لكن في الاورجان ترانسبلانتيشن لازم اعمل سكريننج فور سيتوميجالو فيروس. ليه؟ لان الريسيبيانت هياخد اميونو سبريشن، فالاميون سيستم بتاعه هيبقى ضعيف، فلو اتنقل له سيتوميجالو فيروس هيبقى فلارجد. سيتوميجالو فيروس هيضرب كل حاجة، هيجيب انكيفالايتس، وهيجيب نيورايتس، وهيجيب نيومونيا، وهيجيب مايوكاردايتس، وهيجيب هيباتايتس، وهيجيب نيفرايتس. هيأفكت أي أورجان ترانسبلانتيشن أنا هزرعه. فلازم الدونر يكون فري أوف سيتوميجالو فيروس، ولازم يكون فري أوف هيومن إميونو ديفيشنسي فيروس الـ HIV. الهيباتيتس بي فيروس لا، عليه كلام علشان نوسع البول فور ترانسبلانتيشن. فور اكزامبل، هل عيان عنده هيباتيتس بي فيروس مريض وحصل له ليفر سيروزس او حصل له هيباتوسيلولار كارسينوما، هل لو انا شلت الليفر بتاعه وحطيت له ليفر جديد هل هيخف من الهيباتيتس بي فيروس؟ لا يا دكتور، مش هيخف. الفيريمي عنده هتبقى موجودة. فواي نوت ان انا اخد لو الدونر عنده هيباتيتس بي فيروس انفكشن اخد منه الاورجنز وازرعها؟ ما هو كده كده الريسيبينت اللي عنده هيباتيتس بي فيروس هياخد اميونو سبريشن، وكده كده هيتعرض لنفس الريسك. تمام؟ فواي نوت ان انا اخد اورجن من من دونر عنده هيباتيتس بي فيروس وازرعه في ريسيبيانت عنده نفس السيروتايب، نفس السيروتايب اوف هيباتيتس بي فيروس انفكشن وازرعه له، مش هيفرق مع الريسيبيانت في حاجه. لكن الاتش اي في وسيتوميجالو فيروس شود بي نيجاتيف، شود بي نيجاتيف، لكن عشان يوسع البول الهيباتيتس بي فيروس كود بي اكسكلودد لو زرعته the recipient with the same serotype. لازم الدونر ما يكونش عنده malignancy except for brain tumors, non-melanotic skin cancer and carcinoma in situ of the cervix. ليه التلاتة دول excluded؟ لأن التلاتة دول ما بيعملوش distant metastasis. البرين ما بيعملش سكندرز، البيزل سيل كارسينوما والسكويما سيل كارسينوما ما بتعملش سكندرز، والكارسينوما انسايتو طبعا ما بتعملش،
لسه ما بقتش انفيزيف فما بتعملش سكندريز، فدول could be excluded. طب لو الدونر كان عنده other malignancy لازم يكون free of malignancy in the last 5 years. يعني واحدة عندها breast cancer وعملت mastectomy وخدت الكيموثيرابي بتاعها وخدت الراديوثيرابي لو محتاجة، وقعدت تتابع 5 سنين بعد العملية وعاملة سكان وكانت free of malignancy، وبعد كده ماتت لأي سبب من الأسباب، أو هتتبرع بكلية لبنتها أو ابنها مثلا، طالما آخر 5 سنين كانت free of malignancy أقدر إن أنا أخد منها organ transplantation. لازم يبقى free of the primary disease of the organ to donate. يعني ما ينفعش أخد ليفر من واحد عنده سيروزس، ما ينفعش أخد هارت من واحد اسكيميك، وهكذا. لازم الأورجن اللي أنا هاخده منه يكون free of primary disease، ولازم يبقى فيه compatibility between recipient and donor regarding the ABO and HLA matching، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. تمام. How to judge the patient الدونر ان هو عنده brain stem death. How to judge brain stem death؟ لازم الدونر يكون عنده severe brain injury of known cause. لازم السبب يكون معروف. ايه اللي ممكن يعمل severe brain injury irreversible؟ intracerebral hemorrhage. intracerebral hemorrhage head trauma. ايه كمان ممكن؟ اللي هو فراكشر بيت اوف ذا سكال. لا روب. برين تيومر. برين تيومر. ايه كمان؟ ستروك. ستروك. ايه كمان؟ انفكشن. ممكن انكفلايتس مثلا، وعيان يخش بكوما بسببها. ايه كمان؟ انفاركشن مثلا. انفاركشن. انفاركشن في ايه يعني؟ يعني اصلا هيموريتي وانفاركشن في البرين. ماشي. ستروك. ايه كمان؟ اي سبب عمل له هايبوكسيميا. اي سبب عمل له هايبوكسيميا، حصل له كاردياك اريست والريسسيتيشن بتاعه اتاخر. اي سبب عمل كاردياك اريست والريسسيتيشن بتاعه اتاخر. مش قلنا ان لو حصل كاردياك اريست لازم تعمل سي بي ار ما يقلش عن 3 دقايق من حدوث الاريست، يا اما هيحصل ايرريفرسبل برين دامج. فواحد دخل في هايبوكسيا وحصل له كاردياك اريست والريسيشن اتاخر، واحد حصل له هايبوجلايسيميا وحصل له كاردياك اريست والريسيشن اتاخر، واحد عنده سيبسس واسيدوزس ودخل في كاردياك اريست، واحد حصل له هايبوفوليميا ودخل في كاردياك اريست وديليد ريسيشن. تمام. فده ممكن السي بي السي بي ار ريسيشن ينجح، بس العيان هيبقى ريكفرد وذ irreversible brain damage. تمام. فأسباب البرين ستيم ديث not limited للهيد انجري، not limited to head injury، بس لازم السبب يكون معروف. السيفير برين انجري ده أدى إلى irreversible coma. irreversible coma. أعرف إزاي إن irreversible coma؟ إن هو عنده irreversible loss of capacity for spontaneous breathing. البريفنج الريسبيراتوري سنتر اللي موجود في البرين ستيم بيبقى ستيميوليتد بالهايبوكسيا وستيميوليتد بالهايبركاربيا. تمام. في سنتر في
في الـ في الـ في الـ في الهايبو في البرين ستيم هو اللي بيدي الامبلس اوف سبونتينيوس بريذنج. انت بتعمل انسبيريشن من غير ما تاخد بالك. لو حصل برين انجري وحصل سي ان اس ديبريشن, فالسنتر ده بيبقى سبريزد. لكن في انذر كيمو ريسبتور, في انذر كيمو ريسبتور بيبقى افكتد بالليفل اوف كربون دايوكسيد. لما العيان نفسه يقف نتيجه سي ان اس ديبريشن بيبدا يحصل كربون دايوكسيد ريتينشن, وكربون دايوكسيد ريتينشن ده هيعمل اسيدوزس عند الكيمو ريسبتور. فالكيمو ريسبتور ده هي انيشيت ديب انسبيريشن. هو ده اللي بنسميه الجاسبينج. لما واحد يغمى عليه يحصل له كاردياك اريست, تمام, هبص تلاقيه في الاول عنده جاسبينج. بص تلاقي دخل في ابنيا فتره وبعد كده خد ديب بريذنج. الجاسبينج ده اللي هو البري اللي بيسبق الاريست على طول, تمام. هو ما عندوش irreversible loss of capacity for spontaneous breathing حتى بالكيمو ريسبتور. يعني لو انا فصلته من على الفنتليتور وحصل له هايبركاربيا مش هيقدر ياخد نفسه برضه. And I should exclude any factor affecting consciousness. زي ايه؟ زي الهايبوثيرميا, واحد عنده hypothyroidism, واحد عنده hypokalemia, واحد عنده hypotension, واخد مورفيا وسيديشن, واخد ماسل ريلاكسنت. يبقى كل دي فاكتورز ممكن تأفكت الليفل اوف كونشسنس. وبنبدا نعمل اكزامينيشن للبيشنت ده. اكزامينيشن بيحصل ان تو سيتنجز. الديوريشن بتوين كل سيتنج از فاريبل. كل سيت اوف اكزامينيشن بيتعمل باي ا ديفرنت تيم. التيم ده بيكون من 4, اتليست واحد منهم كونسلتنت ان ذا فيلد اوف ذا ديزيز. يعني ايه؟ يعني واحد عنده ستروك لازم يبقى فيه نيورولوجيست, واحد كان دخل في دي كي ايه ومش يبقى لازم يبقى فيه حد انترنال ميديسن, تمام. يبقى لازم يبقى من الفيلد اللي سبب الارست او اللي سبب البرين ستيم ديث, اللي سبب البرين انجل. يبقى كل تيم مكون من 4, اتليست واحد منهم كونسلتنت, ويكون في واحد من الفيلد اوف ذا كوز اوف برين ستيم ديث, وما يكونش ليهم اي علاقه بالتيم اوف ترانسبلانتيشن. يبقى واحد جاله مايوكارديال انفاركشن وحصل له اريست ودخل في برين ستيم ديث, يبقى لازم التيم اللي يفحصه يبقى فيه حد كارديولوجيست لكن ملوش علاقة بفريق زرع القلب. واحد دخل في ليفر سيل فيلير واسيدوزيس وكاردياك اريست ودخل في برين ستيم ديث, يبقى لازم من الفيلد من التيم يكون في واحد هيباتولوجيست لكن ملوش علاقة بفريق زرع الكبد. معايا يا شباب؟ يبدأ الفريق مع حضرتك كده. الفريق الاولاني يبدا ان هو يفحص يكسكلود اي سبب يعمل impaired level of consciousness. لازم يطمن ان العيان حرارته كويسه, ان ما عندوش endocrine deficiency, الالكترولايت بتاعته متظبطه, ما بياخدش sedation, ضغطه كويس. يطمن على الفاكتورز دي. لو لقى فيها ديفكت يعمل كوركشن ونعيد الفحص, تمام. يفحص ايه؟ يفحص الكرينيال نيرف ريفلكسز. زي ايه؟ البيوبيلاري ريفلكس اللي هو اللايت ريفلكس, اللي هو لما بنسلط ضوء على البيوبيل يحصل بيوبيلاري كونستريكشن. يحصل ايه؟ بيوبيلاري constriction. فالعيانين دول هتبص تلاقي عندهم dilated fixed pupil. البيبيلاري ريفلكس بيبقى mediated by oculomotor nerve, third cranial nerve.
ونفحص الكورنيال ريفلكس. اي حاجه تلمس الكورنيال المفروض نغمض عينينا. الكورنيال ريفلكس مش موجود، والكورنيال ريفلكس ده بيبقى ميدييتد باي ترايجيمينال نيرف. نفحص الجاج ريفلكس. ايه هو الجاج ريفلكس؟ الجاج ريفلكس اللي هو اللي بيبقى بريسيدنج للفوميتنج، بيحصل امتى؟ بيحصل اول ما يعني مثلا لو في مثلا ستروك اثرت على الكرينيال نيرف، ممكن يحصل له ابر موتور نيورون ليجن فتبقى اكساجيريتد ريفلكس. ايوه يحصل امتى الجاج؟ يعني ايه جاج ريفلكس؟ اي لما الفود يلمس اليوفيولا. يعني انت لما بتاكل بترجع علشان الفود لما ده لا لو في مشكله عندك في 9 و10 و12. نعم لو في مشكله في الكرينيال نيرف 9 و10 و12 اللي هو بيحصل في البولبر. لا حول الله يا رب. لما تيجي تحط صباعك في بقك وتلمس الفارس بصباعك ما انت بترجع، ده اسمه الجاج ريفلكس. يعني لو حطيت ايدك في بقك ولمست الفارنكس هترجع، هو ده الجاج ريفلكس. وده بيبقى ميدييتد بانهي كرينيال نيرف؟ جلوسوفارينجيال نيرف. جلوسوفارينجيال هو نمره 9. طب ايه هو الكاف ريفلكس؟ لو في اي اريتانت موجوده في البرونكيال تري ممكن تبقى مسؤوله عن كاف ريفلكس عشان تعمل اكسبرشن للاريتانت ده. برونكيال تري او ممكن تكون هيستيريكال، اي حاجه تخش جوه اللارينكس في البرونكيال تري تخش جوه ايه؟ اللارينكس يا دكتور. جوه اللارينكس ده بقى ميدييتد بايه؟ بالفيجاس يا دكتور. الفيجاس. يبقى الفيجاس هو اللي بيدي سنسوري سبلاي لللارينكس. الفيستيرلو اوكلير نيرف اللي هو كرينال نيرف نمره 8 ليه ريفلكس اللي هو النستاجمس. لما نحط كولد ووتر في الاير يحصل نستاجمس. ايه النستاجمس ده؟ اللي هو انستيدي اي موفمنت. تمام. بيحصل كونجيجيتد اي موفمنت في الهوريزونتال بلين، في الهوريزونتال بلين. تمام. يبقى بيفحص كل الكرينيال نيرف ريفلكس. طيب هل العيان اللي عنده برين ستيم ديث ده السباينال ريفلكسز بتبقى سبريست؟ السباينال لا يا دكتور. زي ايه سباينال ريفلكسز؟ اللي هو الني ريفلكس، زي الني جيرك، كريماستريك ريفلكس، الامبليكال ريفلكس. كل السباينال ريفلكسز ممكن تبقى انتكت، ممكن تبقى ايه؟ انتكت. خلاص اخر حاجه بيفحصوها absence of spontaneous respiration. يبداوا يعملوا له full oxygenation وبعد كده يوقفوا الفنتليتور ويقيسوا الليفل اوف كربون دايوكسيد في الدم عمال يعلى يعلى فوق 60 مليمتر ميركوري والعيان ما خدش نفسه. يبقى العيان ده will not be able for spontaneous respiration. يبقى كده حكم ان العيان عنده برين ستيم ديث. هنستنى يومين ثلاثه اربعه ويجي التيم الثاني يعيد نفس السيكونس. لو الاثنين قرارهم واحد يبقى العيان ده diagnosed to have برين ستيم ديث ويبقى candidate for to be a donor for organ transplantation. يبقى ده ريجاردنج الدونر. يبقى اتكلمنا عن الجرافت واتكلمنا عن الدونر. هنتكلم عن الريسيبيان. مين اللي محتاج اورجان ترانسبلانتيشن؟ اللي عنده اند ستيج اورجان فيلير. اند ستيج اورجان فيلير
شرط اساسي فور سكسسفول ترانسبلانتيشن ان يبقى فيه ماتشنج كومباتيبيليتي بتوين ذا ريسيبيانت اند ذا دونر. والترايلز فور اورجان ترانسبلانتيشن قديمه لكن كلها يعني كان في اوبستكلز. الاول اول اوبستكل موضوع الفاسكولار انستموزس اللي هم يوصلوا الشرايين والاورده ما بين الجرافت وما بين الريسيبي. قدروا ان هم يعملوا التكنيكس بتاعه الفاسكولار انستموزس فوجئوا ان بيحصل دامج للجرافت. هم مش فاهمين ليه الاميونولوجي اوف ترانسبلانتيشن ما كانش لسه مفهوم. واللي اكتشف الاميونولوجي اوف ترانسبلانتيشن كان جراح حروق عشان الحروق دي بتبقى كتير وكانوا بيعملوا سكين ألوجرافت. سكين ألوجرافت فالجرافت كانت بتبوظ تمام. فهو اللي قال لا ده في حاجه ريليتد تو ذا اميونيتي هي اللي بتسبب الجرافت ريجكشن ده. وفضلوا يدوروا لحد الستينات. يعني النجاح جراحات زراعه الاعضاء دي قريبه من الستينات بس لما اكتشفوا بقى الاميونولوجي بشكل اوضح وقدروا ان هم يخترعوا اول اميونو سبريسيف دراج. لانه عشان يقللوا الاميون سيستم بتاع الريسيبيانت كانوا بيديله الراديشن للبوم مارو عشان يموت كل الاميون سيل فالعيان يموت من حاجات تانية. لو جاله دور انفلونزا كان بيخلص عليه. فكان ترانسبلانتيشن مش ناجح. الماتشنج لازم يكون في البلاد جروب وفي الميجر هيستو كومباتيبيليتي انتيجنز. بلاد جروبس اند ميجر هيستو كومباتيبيليتي انتيجن. الاول هم اكتشفوا موضوع البلاد جروب ان لازم يبقى في ماتشنج ما بين البلاد جروب بتوين ذا ريسيبيانت اند ذا دونر. ايه هم الاي بي او بلاد جروبز او الاي بي او انتيجنز دول؟ كلنا عندنا جينز انكودنج فور اي بي او انتيجنز. والانتيجنز دي عباره عن جلايكوبروتينز موجوده على جميع النيوكليتد سيلز. مش الار بي سيز لوحدها لا موجوده على جميع السيل سيرفيس بتاع جميع النيوكليتد سيلز. كلنا عندنا الجين فور او انتيجين. يبقى كلنا عندنا الاو انتيجين. بعضنا عندنا الجين فور اي انتيجين فتتولد عندك الاي والاو. بعضنا عندنا البي انتيجين فتتولد عندك البي والاو. بعضنا عندنا الاي والبي انتيجنز فانت تبقى مولود عندك اي وبي واو. والبعض عنده الجين فور او انتيجن اونلي فتتولد او. لما بنتولد بيبقى عندنا انتيجنز لكن ما عندناش انتي بوديز اجينست الاذر جروبس. ازاي الانتي بوديز اجينست اذر جروب از فورمد؟ حد عنده فكره؟ عايز اسمع. لو مثلا يا دكتور الكروسنج يعني ما بين يعني انت مولود ايه عندك انتي بي. فهمنا انت ليه مولود ايه ليه بقت انت عندك انتي بي عشان اللي هو الكروسنج ما بين الماترنال بلاد والفيتال بلاد اكروس البلاسينتا. لا افرض امك او وانت اتولدت او ليه عندك انتي اي وانتي بي؟ في يا دكتور كان سمعت عن حاجه اللي هو البكتيريا اللي احنا بتبقى في جسمنا هي اللي ممكن تكون الانتيبادي. تمام. لما الطفل بيبدا يرضع او ياكل بتبدا البكتيريا فلورا تتكون
وبيكون لسه الانتستاينال ميكوزال بارير ما تكونش. ايه الانتستاينال ميكوزال بارير ده؟ ده بارير بيفصل الاميون سيستم زي البلود برين بارير. عارفين البلود برين بارير خدتوها في الاطفال؟ ده بارير بيمنع الاميون سيلز ان هي تريكوجنايز ذا هيومنال انتيجين. علشان كده ممنوع الاطفال تاكل قبل 4 شهور، ترضع بس، لان لو كل بدري هيبدا الاميون سيستم يتعرف على الانتيجينز اللي موجوده في الهيومن ويبدا يكون انتي بوديز ضدها، والعين يجي له حساسيه بقى، مش عارف حساسيه القمح وحساسيه الايه حاجات من دي. فيبدا الاميون سيستم يتعرف على البكتيريا فلورا دي. البكتيريا فلورا دي على السيرفيس بتاعها A وال B وال O انتيجين. فالتي لينفوسايتس بتبايند للديفرنت سيلز للبكتيريا دي وتبدا تريكوجنايز السيلف اند نون سيلف انتيجينز. فالتي لينفوسايت عندها القدره انها تحدد الانتيجين ده سيلف تبعي مش هعمل له حاجه، او نون سيلف هبدا ان انا اعمل رياكشن ضده. فلو انت ايه والتي لينفوسايت دي مسكت في البكتيريا هتعتبر الاي والاو سيلف، لكن البي هيبقى فورين فهيكون انتي بي. لو انت بي التي لينفوسايت هتريكوجنايز البي والاو از سيلف، لكن هتعتبر الـ A foreign فتكون anti-A. لو انت AB فإذا التلاتة الـ A والـ B والـ O are self فمش هيكون antibody. عشان كده اللي فصيلة دمه AB بيعتبر universal recipient، ياخد من أي blood group تاني لأنه ما عندوش antibody. لو انت O فانت الـ A والـ B are foreign فيبقى عنده anti-O anti-A و anti-B، وبنعتبر الـ O is a recipient donor. يعني الـ O يدي الـ A ويدي الـ B ويدي الـ AB وطبعا يدي الـ O لان هو ما عندوش A antigen ولا B antigen وما ياخدش من حد خالص، لان هو عنده anti-A ما ياخدش غير من الـ O بس، لان هو عنده anti-A and anti-B. يبقى ده الـ ABO blood group antigen. لازم يبقى في matching ما بين the donor والrecipient regarding blood group. طب في محدش سألني سؤال، انت يا دكتور بتقول ان الABO antigens موجودة على في all nucleated cells صح؟ ايه يا دكتور. طب هي الـ RBCs فيها nucleus؟ لا يا دكتور، بس هي كانت لو اما تيور هتبقى في البوم مارو كانت نيوكليس. طبعا يبقى بدايه الريتيكلوسايت اللي بتطلع من البوم مارو كان فيها نيوكليس، وبعد كده لما حصل لها ماتوريشن في السبلين حصل فراجمنتيشن للنيوكليس دي فبقت نون نيوكليس، لكن بريزنتد عليها الاي بي او انتيجين. لما بنيجي نعمل بلاد ترانسفيوجن which is considered ترانسبلانتيشن صح ولا لا؟ مش بلاد اورجان؟ ايوه دكتور. انا لو خدت جزء من البلاد ونقلته لحد ده يعتبر ترانسبلانتيشن. في البلاد ترانسفيوجن الار اتش انتيجين شود بي كومباتبل، النيجاتيف ما ياخدش غير من نيجاتيف، النيجاتيف ما ياخدش غير من النيجاتيف. لو خد بوزيتيف هيكون انتي بوديز، ولو خد تاني بوزيتيف هيحصل رياكشن. لكن في الاورجان ترانسبلانتيشن اذر ذان بلاد ترانسفيوجن الار اتش ما يفرقش معايا. تمام. الجزء الثاني هو بقيه الاميونولوجي of ترانسبلانتيشن اللي هو الهيومن ليكوسايت انتيجين. ده هناخد بريك 5 دقايق عشان ده محتاج تركيز.
هو دكتور انا عندي سؤال، هو لو الشخص الني ار اتش نيجاتيف الشخص هيأثر الشخص عليا الايه ازاي من ار اتش؟ الشخص يعني الايه يعني العضو المنقول لو كان ار اتش نيجاتيف اه هيأثر على الار اتش بوزيتيف ازاي؟ يعني مش البوزيتيف هو اللي يأثر عليه، يعني ايوه، ما انا مش قلت، هيأثر انا بقول في مش البلاد هيأثر ترانسفيوجن، انا بقول في البلاد ترانسفيوجن اه النيجاتيف ما ياخدش غير من النيجاتيف، لو خد من البوزيتيف هيكون عنده انتي بوديز، فلو اتنقل له تاني هيحصل رياكشن. تمام تمام ماشي، بريك 10 دقايق ونرجع. تمام يا دكتور.
كل شباب كلكم موجودين؟ مع حضرتك يا دكتور. بعد ما اكتشفوا الرول اوف اي بي او كومباتيبلتي اللي عمل نقله كبيره ريجاردنج الترانسفيوجن ميديسن، استمر الفشل في الترانسبلانتيشن لحد اما في باحث اسمه جورج سنيل، وده كان بيدرس، ده عالم فيران يعني ملوش دعوه بالبني ادمين خالص، ده عالم فيران وكان بيدرس الترانسبلانتيشن ان مايس، ولاحظ ان لما بيعمل ترانسبلانتيشن ما بين فارين من نفس الوالده تمام كان ترانسبلانتيشن بينجح، لكن لما كان بيعمل ترانسبلانتيشن ما بين فارين مش اخوات كان بيحصل فيلير. فقعد يدرس لحد اما اكتشف الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. ايه الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز دي؟ نفس فكره الاي بي او انتيجنز، it is a transmembrane glycoproteins. It is a transmembrane glycoproteins موجوده على السيل سيرفيس، موجوده على السيل سيرفيس، تعتبر البصمه بتاعه الخليه تمام. الجينز اللي بتعمل الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجين الاختصار بتاعها الام اتش اي او الاتش ال اي الهيومن ليكوسايت انتيجين موجوده على الشورت لمب اوف كروموسوم نمبر 6 جروب اوف انتيجينز اسمهم ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ام اتش سي ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. مجموعه من الجينات موجوده في الكروموسوم نمره 6 هي اللي بتنكود للميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. ميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز دي اللي هي موجوده في جميع السبيشيز، في الهيومنز اسمها هيومن ليكوسايت انتيجن. يبقى لما تشوف مره هيستو كومباتيبلتي انتيجن ومره هيومن ليكوسايت انتيجن هما الاثنين واحد، لان الاتش ال اي هي الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز in humans. الجينز دي بتعمل الريسبتورز دول او الانتيجنز دي بتبقى موجوده على السيل ممبرين من بره، هي ترانس ممبرين يعني كروسنج السيل ممبرين. في تو جروبز اوف جينز بيعملوا تو جروبز اوف اتش ال اي او الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجن. الجروب الاولاني اسمه ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس او انتيجين كلاس 1، والكلاس 1 دول متقسمين ل A و B و C وبيبقوا موجودين على السيل ممبرين اوف اول نيوكليتد سيلز، اوف اول نيوكليتد سيلز. كل خلية بتبريزنت الانتيجنز بتاعتها، كل خليه فيها الجينات بتاعتها، البروتين بتاعها بتفرز بروتينات معينه، فهي بتبريزنت الجزء الانتيجينيك ده على السيل سيرفيس بتاعها ثرو الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجين كلاس 1. يبقى كل خليه بتقدم نفسها للتي لينفوسايتس البصمة بتاعتها علشان تيسل الانفوسايت تتعرف عليها وتحدد اذا كانت سيلف اور نون سيلف، الخلية دي تبعي ولا فورين. يبقى ده الجروب الاولاني اللي هو كلاس 1 A و B و C. other group of major histocompatibility antigens اللي هو كلاس 2، وكلاس 2 دول ثلاث انواع دي بي ودي ار ودي كيو. الكلاس 2 دول موجودين بس
على الانتج على السيرفيس اوف انتيجين بريزنتنج سيلز، موجودين بس على الانتيجين بريزنتنج سيلز. ايه هم الانتيجين بريزنتنج سيلز؟ الماكروفاج. الماكروفاج اشهرهم، تمام. تيجي الماكروفاج تتعرف على اي فورين سبستانس دخلت الجسم، تعمل لها فاجوسايتوزس، ده اللي بنسميه الدايجيشن، وتبدا تستخلص الجزء الانتيجينيك من السبستانس ده، وده بنسميه البروسيسنج، وتبدا تبريزنت الانتيجينيك بارت ده على السيل سيرفيس بتاعها ثرو الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجين كلاس 2، وتبدا تقدمها للتي لينفوسايتس عشان تتعرف عليها، تمام. عشان كده سموها انتيجين بريزنتنج سيل، هي بتعمل دايجيشن وبروسيسنج تو اكستراكت الانتيجينيك بارت وبريزنت الانتيجينيك بارت ده للتي لينفوسايتس، تمام. جميل، يبقى ده الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1، ده بيبريزنت الانترا سيلولر اور اندوجينس انتيجينز، وموجود على كل النيوكليتيد سيلز ما عدا الار بي سيز، ما عدا الار بي سيز ما فيهاش ذيس جروب اوف جينز، ما عندهاش ذيس جروب اوف انتيجين. عشان كده لما بنعمل براد ترانسفيوجن احنا بنشوف الاي بي او والار اتش، لكن ما بنعملش ماتشنج للهيستو كومباتيبلتي انتيجينز. اما كلاس 2 ده ده موجود على الانتيجين بريزنتنج سيلز علشان يبريزنت الاكسوجينس انتيجينز، الاكسوجينس انتيجينز. النيوكليتيد سيلز اللي عندها الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجين كلاس 1 اكزامبل، مثلا حصل في الخليه دي ميوتيشن، حصل في الخليه دي جينيتك ميوتيشن، فبدات تطلع انتيجينز غريبه، فتبريزنت الانتيجين ده على كلاس 1، ويبدا التي لينفوسايت، مجموعه من التي لينفوسايت اسمها سي دي 8 تتعرف عليها وتعتبرها فورين، وتبدا انيشيت reaction stimulation of T lymphocyte عشان تعمل response. Infected by virus. فالفيروس بيطلع foreign antigen. فالantigens دي تبقى presented على surface فالCD8 تتعرف عليها ويحصل لها activation. هنا مثلا اي جسم غريب دخل الجسم. بكتيريا. even حتى في الترانسبلانتيشن، يبدا الماكروفاج تخش تتعرف عليه وتطلع الجزء الانتيجينيك، والسي دي 4 لينفوسايتس تبدا تتعرف عليه، سي دي 4 لينفوسايت تبدا تتعرف عليه. يبقى علشان ندفرنشيت بين بوث تايبس اوف ميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجين، احنا قلنا عندنا كلاس A وعندنا كلاس 2. كلاس A على كل النيوكليتيد سيلز، لكن كلاس 2 موجود في الانتيجين بريزنتنج سيلز بس. كلاس A بيبريزنت الاندوجينس اند انتراسيلولار انتيجين، كلاس 2 بيبريزنت الاكسوجينس انتيجينز، كلاس 1 بي ادهير او بي اتاتش للسي دي 8 لينفوسايت، لكن كلاس 2 بي ادهير ان اتاتش تو سي دي 4 لينفوسايت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ Either CD8 والCD4 اتعرفوا على الفورين أنتيجين، هيبدأ يحصل سيجنالينج، سيجنال بتطلع ميديتد بالإنترلوكين 2، هي دي اللي هتعمل أكتيفيشن للليمفوسايت، وتبدأ تبقى primed. يعني إيه primed؟ الليمفوسايتس اللي سيركوليتنج في جسمنا دي بتبقى نايف. يعني ايه نايف؟ يعني مش مرتبط. لما بتتعرف على فورين انتيجين
بتبقى primed يعني بتبقى specific. بعد كده الكولوني اللي بيطلع من الاكتيفيشن بيبقى specific للانتيجين ده، ويبدا يحصل proliferation للليمفوسايتس، proliferation للليمفوسايت لجزء effector هيميديت السيتوتوكسيك effect CD8 هيكون T helper والCD4 هيكون الكيلر اللي بتميديت الناتشرال السيتوتوكسيك افكت. والجزء الثاني منهم هما الاثنين بيبقى اسمها ميموري سيل، اللي هي بتفضل موجوده في الجسم عشان لو الانتيجين ده دخل ثاني يبقى تعمل immediate reaction، ما تستناش بقى أربعة أيام على ما يحصل الرياكشن ده. تمام؟ جميل. لو مفيش matching سواء في الـ ABO أو في الـ Major Histocompatibility Antigen هيحصل graft rejection، هيحصل graft rejection. الجرافت ريجكشن ده يعني ايه؟ يعني organ dysfunction due to immune response. يعني واحد زرعت له كلية، الكلية دي وظيفتها تأثرت والكرياتين عمال يعلى، والسبب هو immune response مش ان هو عنده سيتوميجالو فيروس عمل له نيفرايتس. تمام؟ يبقى ده definition of graft rejection. It is graft failure or dysfunction due to immune response. هنعرف ازاي ان immune response؟ لازم ناخد بايوبسي من الجرافت. والجرافت ريجكشن انواع، جرافت ريجكشن انواع، عندي هايبر اكيوت ريجكشن، اكيوت ريجكشن، كرونيك ريجكشن، والثلاثه دول الريسيبيانت بيهاجم الدونر الجرافت، الريسيبيانت بيهاجم الجرافت. النوع الرابع هو graft versus host rejection. ده العكس بقى، ده graft هي اللي بتهاجم الريسيبيانت، هي اللي بتهاجم الريسيبيانت. الـ Hyperacute Rejection it is immediate graft failure. Immediate. Intraoperative. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي جبت الكلية وقمت موصل للأرتري والفين بتوع الكلية، وصلتهم بالـ Internal Iliac Artery والفين بتاع الريسيبيانت، خلاص عملت الأناستموزس ووصلت اليوريتر بالبلادر، فكيت الكلامبات عشان الدم يخش من الريسيبيانت للكيدني، فجأة لقيت الكيدني زرقت. immediate effect and it is irreversible. هنا حصل مشكلة في الماتشنج، في incompatibility موجودة، والimmediate effect ده مش cytotoxic. cytotoxic بياخد أيام على ما يحصل الريجكشن. the antibody mediated. the recipient عنده preformed antibody against the graft. Against the graft. طب الانتيبادي ده اتكون ازاي؟ في ABO incompatibility. الريسيبيانت بي وديته كلية من واحد A، حصل لخبطة في الجرافت، اتكتبت غلط، الموظف اللي كتب كتب غلط. هو ده الموست كومن كوز للانكومباتيبل براد ترانسفيوجن وللهايبر اكيوت ريجكشن. موظف لا مؤاخذة كتب غلط، الداتا اتنقلت غلط، او ان الست دي كونت انتيبوديز نتيجه ريبيتد ديليفريز، مخلفه 3 4 كل واحد بلاد جروب شكل، كل واحد بانتيجينيك باترن شكل، ديورنج الليبر بيحصل اختلاط، الايمين سيستم بتاع الام بيتعرف على الانتيجين بتاعت البيبي ويبدا يكون انتيبودي ضدها، حصل ماتشنج ما بين الانتيبودي ده والانتيجين بتاع الجراف.
او ان هو عمل previous transplantation قبل كده، تمام، فكون عنده antibodies صدفة ان هي matching مع الجرافت اللي اتزرعت. الهايبر اكيوت ريجكشن از irreversible، خلاص الكليه دي هنرميها في الزباله ويرجع يغسل تاني على ما نعمل له ماتشنج تاني. لكن بريفنتبل باي بروبر ماتشنج، لازم يبقى فيه بروبر ماتشنج قبل الترانسبلانتيشن. الاكيوت ريجكشن ده بيحصل graft dysfunction during the first 6 months of transplantation، وده بيكون سيل ميدييتد، سيل ميدييتد بيحصل انفلتريشن للجرافت باي انفلاماتوري سيلز لينفوسايتس وهكذا. الاكيوت ريجكشن سببه improper matching inadequate immunosuppression لكن هو reversible ان انا اعمل additional immunosuppressive therapy، ادي high doses of steroids، ادي antibodies زي ما هنشوف. النوع الثالث هو الكرونيك ريجكشن، والكرونيك ريجكشن ده is inevitable، all grafts هيحصل لها كرونيك ريجكشن. والكرونيك ريجكشن ده بيحصل بعد 6 شهور من الترانسبلانتيشن، لكن انا اقدر اخر الكرونيك ريجكشن. اخره ازاي؟ الكواليتي اوف ذا جرافت، يا سلام لو ليفنج دونر ويبقى الاورجان فل كده، ما ينفعش اخد ليفر من واحد عنده فاتي ليفر او واحد الكهوليك، يبقى الكواليتي بتاعت الجرافت كويسه، والورم سكيميك تايم يبقى اقل ما يمكن، والكولد سكيميك تايم يبقى اقل ما يمكن، والماتشنج اقرب ما يمكن، والاميونو سبريسيف ثيرابي از اوبتيمال، يبقى كل دي فاكتور بالديلاي الكرونيك ريجكشن. لكن ات از انيفيتيف، وبتحصل بوث باي سيل ميدييتد اميونيتي اند انتي بودي او هيومورال اميونيتي. الجرافت فيرسس هوست ريجكشن ده بيحصل، ده هنا الجرافت هي اللي بتهاجم الريسيبيانت، اذا الجرافت دي اميونو كومبتنت، اميونو كومبتنت مليانه ليمفوسايتس زي البون مارو زي الليفر زي الانتستين، ذيس اورجانز ار اميونو كومبتنت مليانه ليمفوسايتس. فلو مفيش ماتشنج كويس والاميون سبريسيف مش ادكويت، يبقى الاميون سيلز اللي موجوده في الجرافت هي اللي هتنديوس رياكشن اجينست الريسيبيانت تيشو، ويبدا العين يسخن ويترعش ويجي له راش، تمام، وبيبقى افويدد باي بروبر ماتشنج وكنترولد باي بروبر اميونو سبريشن. نجاح الاورجان ترانسبلانتيشن كان بفضل اكتشاف الاميونوسبريسيف دراجز، واول دراج اكتشفوه اللي عمل نقله نوعيه في الاورجان ترانسبلانتيشن هو السايكلوسبورين. علشان نفهم الاميونوسبريسيف ثيرابي لازم هناخد فكره عن الاكتيفيشن اوف تي ليمفوسايتس، يعني احنا اتكلمنا ازاي التي ليمفوسايتس بقت اكتيفيتد. اكتيفيتد ان هي بتعمل بايندينج سواء لخليه عاديه او للانتيجين بريزنتنج سيلز. يبقى انا دلوقتي عملت ترانسبلانتيشن وفي فورين انتيجين موجود، الانتيجين بريزنتنج سيل عملت له بروسيسنج وعملت بريزنتيشن للتي ليمفوسايتس. التي ليمفوسايتس دي بقى هيحصل لها اكتيفيشن ازاي؟ اول ما بيحصل بايندينج ما بين التي ليمفوسايت مع الانتيجين بريزنتنج سيلز عن طريق حاجه اسمها التي سيل ريسبتور، T cell receptor. كل T cell receptor بيبقى specific لcertain antigens على ال antigen presenting cells. الأول لما الاثنين يلزقوا في بعض كده بيبدأ يحصل increase في cytoplasmic calcium، والincrease في cytoplasmic calcium ده بيعمل stimulation لانزيم اسمه calcineurin.
وكالسينيورين ده عن طريق اكتيفيشن بحاجه اسمها انفات بتخش بتعمل استيميليشن للدي ان اي بتاع الخليه علشان تعمل سينثيسز للانترلوكين 2. يبقى دي اول سيجنال. الانترلوكين 2 الريليز ده بيأتاتش لسيرتن ريسبتور على السيرفس اسمه CD25. السي دي 25 هتبدا تعمل استيميليشن لحاجه اسمها ماميليان تارجت اوف رابامايسين او ام تور ماميليان تارجت اوف رابامايسين. والماميليان تارجت اوف رابامايسين ده هيعمل استيميليشن للدي ان ايه بتاع التي لينفوسايتس علشان تبدا يحصل لها بروليفريشن، تبدا تتقسم وتبدا تبقى سبيشالايزد. يبقى دي الستبس بتاعه التي سيل اكتيفيشن. ازاي تي سيل واحده نايف ان برايمد تبقى مالتيبل كولونيز وتبقى برايمد عن طريق البروسيس ده اللي هو الانترلوكين 2. في انترا سيلولر سيجنالينج حصل عن طريق اكتيفيشن كالسيونيرين اللي طلع الانترلوكين 2، والانترلوكين 2 ستيميليتد الماميليان تارجت اوف رابامايسين، والماميليان تارجت اوف رابامايسين ده هو اللي عمل بروليفريشن اند برايمنج. الاميونو سبريسيف دراجز بتضرب الستبس دي. اول جروب اللي هو الكالسينيورين انهبيترز، اللي هو السايكلوسبورين والتاكرولينز، السايكلوسبورين ده دواء ثابت في جميع الريجيمنز اوف اميونوسبريشن، دواء ثابت. الكالسينيورين انهبيتور بتعمل انهبيشن للكالسينيورين فبتمنع الريليس اوف انترلوكين 2، يبقى هي كده منعت السيجنال اللي حصل الانتراسيلولر سيجنال. لكن مشكله السايكلوسبورين انه نيفروتوكسيك. انه ايه نيفروتوكسيك؟ يعني لو انا عيان زرع كلى بديله سايكلوسبورين لكن وارد ان يحصل ديسفانكشن بسبب النيفروتوكسيسيتي اوف ذا سايكلوسبورين فبضطر ان انا اوقفها. الدواء الثاني اللي هم الجروب اوف امتور انهبيتورز زي السيرولمس والإفرولينس، الأدوية دي بتنهبت الإفكت بتاع الانترلوكين 2، بتعمل إمتور إنهبيشن فبتمنع البروليفريشن، والإمتور إنهبيتور دول يعتبروا ريبليسمنت للكالسينيورين لسايكلوسبورين. يعني واحد زرع كلى وديته سايكلوسبورين لقيت الكرياتينين عالي ومش جرافت ريجكشن ده بسبب النيفروتوكسيستي، يبقى هضطر ان انا اوقف السايكلوسبورين وهدي مكانه الامتور انهيبيتور. هو نفس الافكت لكن without نيفروتوكسيستي، طبعا ليه سايد افكتس تاني. يبقى الامتور انهيبيتور بيبقوا ريبليسمنت للكالسينيرين انهيبيتور لو حصل نيفروتوكسيستي. بدون اول كومبوننت في اي ريجيمن of immunosuppression. تاني component for immunosuppression الانتي ميتابولايتس او الانتي بروليفراتيف، زي اشهرهم الازاثيوبرين. الازاثيوبرين ده بيخش جوه الخليه بيبقى ميتابولايزد انتو 6 ميركابتوبيورين، وال6 ميركابتوبيورين ده بيبقى انكوربوريتد جوه الدي ان ايه بتاع التي لينفوسايتس ويمنع الريبليكيشن، other group من الانتي ميتابولايتس اللي بتمنع البيورين سينثيسيس، من الاصل اللي هو المايكو فينوليت موفيتيل او الام ام اف، مايكو فينوليت موفيتيل. مشكله الانتي ميتابولايتس ده دواء، دي ادويه سرطان سايتوتوكسيك دراجز، مشكلتها انها بتعمل كل مشاكل السايتوتوكسيك دراجز، الالوبيشيا والبوم مارو سبريشن وستيريليتي ودايريا. يبقى ده الكومبوننت الثاني
في الاميونو سبريشن. الكومبوننت الثالث في الاميونو سبريشن اللي بيبقى انكلودد في اي اميونو سبريشن ريجيمين اللي هو الاستيرويدز، البريدنيزون والبريدنيزولون والميثايل بريدنيزولون، يبقى الكورتيزون ده الكومبوننت الثالث واللي بيعمل نون سبيسيفيك اميونو سبريشن، نون سبيسيفيك اميونو سبريشن، ويمنع الريبليكيشن والبروليفريشن اوف تي ليمفوسايتس. جميل. طيب عيان حصل له acute rejection، اتفقنا ان الacute rejection ده is reversible by adjustment of immunosuppression therapy. بضيف ازاي اريفيرس الacute rejection؟ نمرة واحد، ادي high dose of steroids، high dose of steroids، لو ما جابتش نتيجة هبدأ ادي antibodies against T lymphocytes اسمها anti-thymocyte globulins. There are two groups of antibodies. في monoclonal antibodies دي against T lymphocytes بشكل عام بتعمل damage و destruction للT lymphocytes كلها، بتعمل marked immunosuppression، وده ليه مشاكله infections malignancies، تمام، لان كانه عنده HIV. علشان كده conserved بس for reversal of acute rejection لو الكورتيكوستيرويد failed، لو الكورتيكوستيرويد failed. النوع الثاني من الانتيبوديز ده monoclonal antibodies، monoclonal antibodies designated لل CD25، لل CD25 اللي هو الريسبتور 4 انترلوكين 2. وظيفة اللي هو البازيليكسيماب ده، البازيليكسيماب ده وظيفته adjuvant للكالسينيورين inhibitor، يبقى انا بعمل potentiation للاكشن of calcineurin inhibitor، تمام. يبقى لو واحد ماشي على سايكلوسبورين والافكت وحصل اكيوت ريجكشن على السايكلوسبورين ممكن اساعد بالبازيليكسيماب، تمام. يبقى هنا الميكانيزم اوف تي سيل اكتيفيشن، واكوردنج تو ذيس ميكانيزم الدراج جروبس اجينست الريجكشن اللي هي الجروبس اوف اميونو سبريشن. طبعا اهم سايد افكت للكالسينيورين انهبيتور اللي هو النيفروتوكسيستي، الانتي بروليفراتيف زيه زي ادويه السرطان كلها، الاستيرويدز طبعا، الديابيتس والهايبرتنشن والانفكشنز، الامتور انهبيتور مشكلته ان بيعمل امبيرد ووند هيلينج وثرومبوسايتوبيميا ديسليبيديميا، الانتي بوديز طبعا البوليكلونال انتي بوديز بتعمل سيفير اوف اميونو سبريشن فبتؤدي الى infections and malignancies. هنا الـ general side effects of immunosuppression، general side effects of immunosuppression. العيان اللي ماشي على immunosuppression ده معرض ان يحصل له infections. الـ most common infections اللي بتحصل لمريض اللي ماشي على immunosuppression تفتكروا ايه؟ ايه الـ most common infection؟ نيومونيا يا دكتور. هو بيحصل لهم بس مش هيدي المصفكم. الستاف يورينري تراكت انفكشن، اليورينري تراكت انفكشن هي الموست كومن انفكشنز اللي بتحصل في العيانين على الاميونو سبريسف، لان ده داخل يعمل عمليه ترانسبلانتيشن مركب قسطرة البول، وقسطرة البول دي هتقعد معاه 10 ايام اسبوعين على ما يبقى ريكفرت، فدي فورين بودي وهو بياخد اميونو سبريشن فاكيد هيحصل له يورين تراكت انفيكشن. طبعا بيحصل له تشيست انفيكشن، وارد جدا يحصل له تشيست انفيكشن، وبيحصل له اوبورتونستيك انفيكشن، مناعته ضعيفه فتبدا الاورجانيزم الضعيفه تبدا يبقى لها افكت زي التوبركلوزس نيوميسيستس كارنياي،
الفانجل انفكشنز، وطبعا بيحصل فليرنج اب للفيرال انفكشن. يا سلام لو عنده سيتوميجالو فيروس هيتبهدل، يا سلام لو عنده هيربس زوستر مش عايز اقول لكم هيحصل له ايه. تمام. وهيحصل لهم مالجنسز. الموست كومن كانسر بيحصل هو السكين كانسر، طبعا لان اغلب الترانسبلانتيشن بتحصل في اوروبا وامريكا، ودول ناس فير كالرد، فلما بيتعرضوا للشمس وهم اميونو سبريزد فطبعا بيحصل لهم سكويموس سيل كارسينوما. تاني مالجنسز بيحصل بعد السكين كانسر هو الليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز اند ليمفوما، وده ممكن يبقى اندر افكت ان هي بيحصل انفكشن باي ايبشتاين بار فيروس. ايبشتاين بار فيروس. تمام يا شباب، كده يبقى احنا خلصنا محاضره الترانسبلانتيشن. حد عنده اي سؤال؟ دكتور انا ليه ببدا دكتور هو حضرتك انا ليه ببدا بالكورتيزون مع ان انا ممكن ادي حاجه مور سبيسيفيك انا ما ببداش بالكورتيزون، انا ببدا بثلاثه سايكلوسبورين وازاثيوبريم وستيرويد. الدواء الواحد مش كفايه. تمام يا دكتور. ايه كمان؟ any question. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. يلا تصبحوا على خير. خلي في بيننا تواصل بقى محمود عشان هنأكد ميعاد محاضرة يوم الأربعاء. تمام حضرتك. ماشي. أنا هنزل لكم المحاضرة والسورس على الإي ليرنينج دلوقتي. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. Thank you.